رحب بحضرتك مرة أخرى في اسأل مجرب. العمل والإنتاج هو ده اللي احنا محتاجينه في هذه المرحلة. بنتكلم على خطة الدولة للحفاظ على كل قطرة مياه، ما بقاش عندنا رفاهية ان احنا نهدر في المياه. نعمة ربنا لازم نحافظ عليها. لسه مكمل معاكم في منطقة من أجمل المناطق الزراعية اللي دخلتها، منطقة العميد. المنطقة هنا فيها ناس عايزة تخدم البلد وعايزة تشتغل، عايزين يحققوا نجاح. من الملاحظ النهاردة وأنا داخل أرض رملية، أرض فيها نسبة ملوحة ولكن في إصرار على العمل وعلى الإنتاج. برحب بيك. مرحبا أستاذ. تعرف بيك أيمن سعيد حامد. يا أستاذ أيمن أنا بشكرك في البداية، يعني المجهود اللي أنا شايفه والمحاصيل اللي أنتوا بتهتموا بيها زي الجوافة هي محاصيل تعتبر من المحاصيل النقدية متباعة، صح؟ احكي لي قصة الجوافة هنا إيه؟ والله الجوافة هنا طبعا الجوافة دي زراعتنا وفلاحتنا ودي شغلتنا اصلا من ايام اجدادنا يعني. ما شاء الله. انت منين اساسا؟ انا من اسكندريه. احسن ناس. اهلا. عارف شجرة الجوافة؟ طبعا شجرة الجوافة معروفة، جينا زرعنا هنا اشتغلنا السنة التانية التالتة شجرة الجوافة بدأت تتعب. طبعا ماشي. تعب من ايه؟ طبعا خدنا المايه حللناها وخش في التربة لقينا طبعا نسبة الاملاح فيها عالية، المايه ذات نفسها فيها نسبة املاح. طبعا انا برون بجيب معالج ملوحه وبرجع طبعا كده كده انت بتراب ميه ملح. ايوه ماشي. برضه بيرجع تاني، فطبعا انت من الملوحه بتجيب اعفان، اعفان طبعا بتخلي جدر الشجره مصاب دايره ما بتخلص. جدره ملحه اضافات مضادات للاملاح وارجع اروي ميه ملح تاني، فكل موسم بتتكرر العمليه. جدر الشجره اتصاب، طالما جدر الشجره اتصاب سهل ان هو يتصاب باي حاجه. ماشي. طبعا النماتودة هنا الجوافه هنا عدوتها النماتودة. طالما جدرها اتصاب من السهل ان النماتودة تجي. كنت بتعالج النماتودة ازاي في الجوافه؟ بعالج النماتودة بجيب مكافحات للنماتودة. كان بيجيب نتيجه؟ ايه؟ مع الاول كانت صعب، انا مقلع ارض برضه كده بسبب برضه النماتودة. مقلعين 20 فدان. ايه اللي كان بيسببها؟ ماشي. اللي بيسببها الاعفاء. واللي بيسبب الاعفان من الملوحه. احنا بنعيد القصه تاني. ميه مالحه تسبب اعفان، اعفان تجيب نماتودة، مضادات املاح ميه مالحه واستخدم ادويه ومصاريف. طب انت بتجيب مضادات املاح بتراوي بيها قرايه، طبعا انت كده كده بتراوي بميه مالحه، فطبعا بترجع تاني فبترجع لاعفان، فطبعا شغاله هي دايره شغاله. فلغايه ما ربنا كرمنا الحاج جبنا الجهاز عند عمي في الارض الثانيه، ربنا كرمنا شفنا النتيجه والنتيجه كانت كويسه جدا، فربنا كريم جبنا كمان جهاز للعشر فدادين التانيين. ماشي. طبعا عن تجربه و النهارده انا كمزارع انا راجل اقتصاد، لما ادفع حاجه عايز يبقى مردود. صرفت مضادات املاح، شجر بيضعف عندي، انتاجيه بتقل، اشتريت جهاز او اشتريت تكنولوجيا علشان ابتدي اعالج بيها هذه المشكله، دلتا ووتر وفرتها لي، فابتديت بقى عندي شجاعه اتوسع واجيب كمان جهاز تاني. ايوه شبكات الري، معدل التسميد، معدل النمو في الاشجار اللي انا شايفها دي اختلف. اختلف طبعا. شبكات الري طبعا ما عادش فيه نقطات بتتسد طبعا لان الرواسب اللي كانت بتيجي مع المايه. ماشي. الجهاز كده كده بيعمل. ماشي. الشجره طبعا جدرها بقى سليم، طالما جدر الشجره سليم نموها هيتظبط. ماشي. انتاجيتها هتزيد. ماشي. والشجره اصلا من قدام حضرتك باينه. ممتاز. اسكندريه مشهوره بالجوافه، والناس يقول لك طعمها حلو هناك وشطار في زرعتهم وبيعرفوا يزرعوا الجوافه. طب لو انا جيت النهارده اقول ان انا في مكان فيه تحديات كتيره جدا، ميتي مالحه، الارض بتاعتي رمليه، التغيرات المناخيه وفرق درجات الحراره ما بين الليل والنهار، كل ده بيسبب لي ازمه في الزراعه. لو انا جيت اقارن الجوافه اللي انتوا بتنتجوها هنا باسكندريه وبرشيد، اخبارها ايه؟ لا هنا احسن من كلون. طيب. ماشي. قطع دلوقتي عدت اسكندريه وعدت رشيد. ايه بقى؟ في اللون وفي الطعم طبعا. انت كده كده شجره بقت معاك سليمه. ايوه شجره طبعا بقت معاك سليمه، جدر سليم. ماشي. مفيش ملوحه، مفيش اعفان، مفيش نماتوده. ماشي. الجو كمان ماشي بيخلي الحبايه تختلف عن ايه؟ عن اسكندريه وتختلف عن رشيد. انت حتى لما استخدمت التكنولوجيا دي حسنت من الخواص. طبعا بتحسن من خواص الحبايه. لو انا جيت اقول النهارده وانا بتكلم عن الجوافه، الجوافه دي من المحاصيل اللي انا ممكن هصدرها. طب النهارده انت قل استخدام المبيدات، النهارده ما بقاش عندك مشاكل في النماتودة. ايوه طبعا. ولا لسه موجوده؟ لا في بس بسيط. تمام. بسيط ومعالجتها سهل. ما بتتدخلش مبيدات زي الاول؟ لا ما بتجيبش مبيدات زي الاول طبعا. ومبيدات الاعفان انت برضه ما عدتش بتجيب مبيدات اعفان. أيوة. ماشي. لو جبت بتجيب حاجات بسيطه لان طبعا كل ده مسبباته كانت الملوحه. أيوة. طبعا الجهاز الحمد لله خفض الحاجه ديت بنسبه 80%. انت عندك كام بير هنا؟ انا عندي هنا اتنين.
شغال بيهم من اول ما ابتديتوا زراعه من 10 سنين في 2010؟ شغالين بيهم من اول ما ابتدينا زراعه. لو انت ما ركبتش التكنولوجيا دي كنت هتحتاج تدق بير تاني او تعمل بير تاني ولا كنت برضو؟ لا انا شغال على البيار دي طبعا، انا جايب فلاتر وحاجات للمكن ماشي، فشغال على بير على البيار طبعا اساسيه، الميه بتيجي من فوق بتنزل في البير وانا بسحب من البير. فما عندكش المشكله؟ لا 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 خالص. عايزك تكلم المزارعين اللي بيشوفونا النهارده تقول لهم ايه عن تكنولوجيا دلتا ووتر؟ والله احنا بنتكلموا عن تجربه ماشي احنا خدناها، انا عن نفس الحاج كنا جبناها في ارض عمي ماشي، وفرقت معانا كتير في الزراعه وبان على الزراعه، وجيت انا برضو رجعت جبتها في ارضي، والله اعلم انت يعني الحاجه قدامنا احنا تختلف، ودي نصيحه للناس كلها يعني ايه هتريحك ياما. عايزك تيجي كده حط ايدك في ايدي ونبص للكاميرا دي ونقول للمزارعين نكلمهم ونخاطبهم نقول لهم المردود الاقتصادي، لان الفلاح شاطر جدا اقتصاديا، انت حققت ارباح، انتاجك زاد، انا عايز اسمع من المزارع. انتاج بيزيد ماشي، طبعا بتخف انت من المبيدات بتاعتك ماشي، تسميداتك بتخفها ماشي، الاملاح طبعا طالما خفت ما عادش اللي هتيجي معاك املاح، ما عادش فيها عفان ماشي، انما توده بتخف ماشي، كل دوت من الجهاز والحمد لله. احنا فين دلوقتي؟ قول لهم وقول لهم اسمك ايه. انا اسمي ايمن سعيد ومن الحمام، منطقه الحمام.